بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن استعراض عام لوظائف وتركيب العضيات الخلوية، وراح نتكلم عن العضيات التي اسمها الميتوكوندريا. طبعا الميتوكوندريا تركيب هذه المادة تركيب مستدير أو بيضاوي أو مستطيل مقلف بجدارين. الجدار الداخلي عبارة عن شكل ثنايات لزيادة مساحة السطح، وهو الجانب الخارجي من الغلاف أو الجدار عبارة عن مسطح خارجي منبثق على شكل معين على حسب شكل الخلية. طبعا راح نتكلم عن الوظيفة الحين. وظيفة الميتوكوندريا يقوم بالهدم الكامل للجلوكوز وإنتاج الـ ATP. طبعا الـ ATP عبارة عن شو اسمه، هو الحاملات، حاملات الطاقة. أتمنى أنكم فهمتوا هذا الدرس البسيط، وأتمنى نتعمق في الميتوكوندريا في الدروس القادمة. هذه أهم الأشياء، التعريف حقها والعملية الوظيفية لها للميتوكوندريا. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليب، ونشوفكم إن شاء الله في درس قادم.